السلام عليكم، اسمي فاطمة زين يوسف العوضي. حضرتك دي والدتي، ووالدي طبعا لهم الحق ان هم يكونوا اول قدوتي ان انا اطلع الاولى على الجمهورية. كانوا بيساندوني في كل حاجة. طبعا طلباتي كلها كانت مجابة من قبل ما اطلبها، لان هم كانوا شايفين فيا ان انا هحقق حلمي ان شاء الله، وكانوا معايا من اول السنة. طلعت الاولى بسبب دعاهم طبعا، والناس كتير مسانداني، مستر حمادة شمردن ومستر ناصر وصفي ومس كريمة، دول كانوا مسندني جامد وكانوا معايا في كل خطوة. كل لما كانوا بيلاقوني مقصرة في حاجة كانوا بيساعدوني ان انا اعلم فيها شوية. نرمين عبد الهادي دي صاحبتي جدا، والاولى طبعا على الجمهورية السنة اللي فاتت، كنت كل طموحي ان انا ابقى زيها، وهبقى معاها ان شاء الله في كليتنا ان شاء الله. وفرحانه قوي ان انا بقيت الاولى، ودي كنت حاجه حاسه بيها من اول السنه، وسعيت الحمد لله ان انا اوصل لها، والحمد لله والشكر لك يا رب. ودي والفضل طبعا يرجع لامي، ربنا يخليها ليا.